فاكرين المشهد ده؟ طب ازاي بقى العالم كان بيرفرف مع ان قالولنا في المدرسة ان القمر مفهوش هوا؟ الموضوع ده في فترة من الفترات كان عامل جدل كبير جدا عن اكذوبة امريكا انها طلعت على القمر فعلا، وفي الفترة دي الفيديو ده كان انتشر وقالوا ان ده المخرج بتاع اللقطة اللي اتاخدت على القمر، وقالوا ان دي فعلا ناسا هي اللي خدتها. وفي اقرب فرصة ممكنة لازم اكلمك عن ستانلي كوبريك وعن واحد من اعظم ما انتجت السينما الامريكية، بس ده خليه فيديو تاني لوحده. بغض النظر عن التشكيك في صحة الفيديو من عدمه، لكنها قضية مثارة. السنة دي اتكلموا عنه في فيلم بشكل صريح جدا اسمه Fly Me to the Moon. بيحكوا فيه عن ملابسات الموضوع اللي كانت حاصل ما بين روسيا وامريكا، ومين فيهم هيطلع سنة 69 القمر الاول والكلام ده، والتصرف الحكومي ان المهم عندهم ان هم ياخدوا اللقطة، وردود افعال الناس والعلماء في وكالة ناسا، وهل فعلا ده كان الفيديو الحقيقي ولا كان تمثيل. التيمة اللي في الفيلم هي فكرة الماركتينج لأي حاجة، انك تقدر تبيع حتى الفكرة تقدر تبيعها، والحقيقة الفيلم كان بارع جدا في الحتة دي، اللي هو مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. Fly Me to the Moon انتاج 2024، تقييمه على IMDb 6.8، على Rotten Tomatoes 91%، تقييم المحللات له كعمل فني بغض النظر عن الرسالة اللي هو عايز يبعتها 8/10.